الجو ابتدى يسقع شوية ايوه الصبح، وبيقولوا بالليل، ما اعرفش يعني، بيقولوا بالليل. بيقولوا ايوه بالليل. الجو كمان بيبقى فيه برد. انت ما بتحضريش الفتره، صح؟ لا انا مش واخده بالي، نسيت ان انت ما بتحضريش فتره الليل والجو بقى لما لا لا لا، بيبرد ما قوي. اعرفش عنها بس حاجة. انت عارفه ان هو يعني اول ما الشمس بتغيب كده من على الساعه 5 6، دلوقتي الشمس بتغيب بدري، بتلاقي الجو بقى فيه بقى لسعه البرد دي، برضو ما اعرفش، لان انا يعني دلوقتي عامله كمان بيات شتوي بدري بدري. العشاء بقى كمان 6:30 و5، اه فبصلي العشاء. فخلاص انا ما بصلي. اعرفش بقى حاجة لا بعد كده. بتهزري، يعني انت في الشتاء ممكن تنامي الساعة 7 مثلا؟ لا 7:30 ممكن. 7 ونص يعني، عشان بس تبقى دقيقة يا جماعة. في الأيام العادية قبل تغيير الساعة كنت بتنامي بعد صلاة العشاء الساعة 8 ده ونص. كان في ايام في الصيف بتوصل ل 9:30، كنت اه بعيط. اه بعيط. لكن بشكل عام خلينا نقول ان احنا دخلنا الاجواء الشتويه شويه، لان الارصاد بتتوقع امطار رعديه، هيكون في تقلبات في الجو النهارده، وده هيكون في 20 محافظه. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا محتاجين ناخد بالنا اليومين دول، خاصه ان المدارس بقت موجوده، اولادنا بيروحوا المدارس الصبح. فيعني الاهالي ياخدوا بالهم بالذات فتره الصبح كده، يبقوا اولادهم لابسين كويس، لابسين يعني تقيل شويه تحت لبس المدرسه، لابسين حاجه تقيله شويه، معاهم جاكيت، علشان الفتره دي. خلوني اقول لحضراتكم انه فتره التقلبات الجويه دي بتبقى فتره عاية، يعني ما بين الحر وما بين البرد بتبقى في بقى اللي بيجي له حساسيه، اللي عنده ساينس، اللي بيبقى برد بيدخل عليه، بتلاقي حالات برد كتير جدا الفتره دي. فالواحد يعني يحاول بقى يبقى حريص بقى، بلاش نشرب اي بقى حاجه بتلج، مشروبات غازيه، ميه، كلام من ده، حاجات دافيه. حاجات دافيه زي ايه؟ دلوقتي عندنا بقى بسم الله ما شاء الله، يعني السوق مليان اعشاب، وأعشاب منتجات مصرية رائعة. يعني عايزة أقول أنا بشرب أعشاب كتيرة وبستعملها كتير قوي. في ناس كمون بتشرب بالليمون، ليمون ده بالكمون، الليمون. جنزبيل بالقرفة، أيوة حاجات ستي كتيرة مشهورة أكتر بالكمون معايا. والليمون. كمان يعني في ناس بتشرب شاي بلبن، بيحبوا الشاي بلبن بشكل كبير. بشكل عام يعني عايزه اقول لحضراتكم ان انا امبارح برضو ابتديت اشتري برتقان، الجوافه كويسه جدا في السوق، دي كلها فيتامين سي. كل انا بقول ده يعني ناخد بالنا من من نفسنا. صحتنا فعلا. عندك حق يا رشا، واحنا خلاص دلوقتي بنعيش اجواء شتويه. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، وكل بقى الناس اللي بيحبوا الشتاء، الاجواء اللي بتحبها بدات بدري جدا بتهيألي، يعني انتوا عايشين اجواء الشتويه لكل محبين الشتاء. والناس بقى اللي زينا كده زي انا ورشا وكل العاملين في برنامج صباح البلد، وبتطلع الصبح بدري سواء بقى رايحين شغلهم او اي مشاوير تانيه، لازم ان هم ياخدوا احتياطاتهم كويس، يعني يلبسوا لبس يكون الى حد ما فيهم عشان خاطر ما ياخدوش برد، ويعملوا حسابهم كمان ان هم يهتموا زي ما كانت رشا لسه بتقول بشرب الحاجات الدافيه. ده طبعا غير الحاجات اللي زي طبعا خلينا نقول احنا مشهورين جدا كمصريين في الشتاء بشوربه العدس. اشتريت عدس انا من امبارح، اشتريت عدس عشاقه اصفر امبارح العدس. علشان اعمل شوربه عدس. العدس ده ده بصي انا ما جربتش ولا خدت فكره، انا بحبه جدا، وده من اكتر الاكلات اللي انا بحبها والمفضله ليا. لو قلتي لي يعني يور فيفورت هقول لك العدس، ولكن عمري ما جربت اعمله سهلة بشربه قوي، بس. اقول لك دلوقتي بعد كل ما الهوا اجي اقول لماما كده تقولي سهله قوي قوي قوي. هقول لك ازاي. سهل، سهل ماشي، قوي بس قوي. كل واحد ليه طريقه. لا لا، هقول لك طريقة سهلة ومش هتاخد منك وقت. بيعملوا كده بقى شوربه العدس، حمص الشام في الشتاء عالمي، ياه، بعشقه، حاجه في حته تانية. عشان كده بحب الكمون بالليمون اللي انت بتجيبيه، او عشان بيبقى زي عشان مية بيبقى ليه طعم شوربه، طعم حمص الشام بالظبط. طعم المية بتاعت حمص الشام، صح؟ وطبعا لازم ناخد بالنا ان احنا نعلي من مناعه جسمنا، نشرب دايما الحاجات اللي فيها فيتامين سي، لو ناخد كمان فيتامين سي اليومين دول ده مهم جدا، خصوصا ان وقت التقلبات الجويه دي ناس كتيره جدا بيجي لها نزلات برد، وبسبب طبعا ان احنا من بالليل للصبح الجو بيتغير، بيبقى فيه تقلبات كتير. فعشان كده لازم نخلي بالنا جدا ان احنا كمان بيت يكون دافي، بس ما يبقاش درجه التدفئه برضو ان احنا نطلع بره يحصل لنا تشك من الجو البرد جدا وفي البيت دافي جدا، ده برضو
يعمل نزلات البرد حتى في الشتاء بالزبط. لازم يبقى فيه تهوية اتليست ساعة نفتح بيوت شبابيك البيت والله كله. انا على طول فاتحة الشبابيك يعني ما تهوية بصراحة هعمل زي كده. لا التهوية دي انا عايزة اقول لحضراتكم بما انها بتقول ما بقدرش اعمل زي كده، انتوا شايفينها دلوقتي على الشاشة لابسة كده، انا دخلت عليها النهاردة لقيتها متلفحة في بطانية فبقول لها ايه ده بطانية الشتاء دي يا جماعة لقيتها قاعدة بتعمل ميك اب ولابسة بطانية، قلت لها ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ده الحاجة الوحيدة الشتوي اللي نزلتها، بس وانا نازلة الصبح بيبقى الجو فعلا ثلج فلازم نكون واخدين بالنا، وبعد كده ندخل على التكييف كده زي حالتنا نتكتك نقعد نتحايل عليهم يقفلوا التكييف شوية مش كده؟ اه التكييف ساعة قوي قوي جدا. كل سنة وانت طيبة وان شاء الله يبقى الشتاء لطيف. هتشوكلت ومارشميلو برضه الحاجات اللي انا بحبها. ما بقدر ده تقيل قوي ده تقيل قوي ده